شكرا لكم أيها الأخوات والأخوة. نظرا لتعذر حضور الأخ السيد يوسف المحافظة، رايح أقرأ ورقتها كما وردت إلى المؤتمر وهي موجودة بين إيديكم طبعا، وأتمنى أن أوفق في قراءتها. عدم تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، وتحديدا عدم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتحديدا عن حق حرية التعبير وحق التجمع في البحرين. التوصية رقم 98 من الولايات المتحدة الأمريكية كانت عن إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير. التوصية رقم 91 من سلوفاكيا، والتوصية 100 من جمهورية التشيك كانت عن الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مسيرات سلمية. التوصية 159 من سويسرا طالبت بالإفراج عن المحتجزين بتهم تتعلق بحرية التعبير. زعمت الحكومة أنها أسقطت التهم المتعلقة بحرية التعبير ضد المعتقلين السياسيين، ولكن في الحقيقة هي تستمر في اعتقال الأفراد لمشاركاتهم في مسيرات سلمية أو لتعبيرهم عن آرائهم. الآخرون الذين كانوا في السجن مسبقاً بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع لم يتم بالإفراج عنهم. مثال على ذلك هي القضية المعروفة بالبحرين 13، وهي القضية التي تتضمن قادة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي القضية التي أصدرت عنها منظمة Human Rights Watch تقريراً مفصلاً يبين كون القضية برمتها تتعلق بحرية التعبير، وأنه لم يتم تقديم أي أدلة لأي تهم جنائية غير الاعترافات التي كانت تحت وطأة التعديل. لا يزال الدكتور علي العكري وإبراهيم الدمستاني خلف القضبان بسبب علاجهم الجرحى ولمشاركاتهم في مسيرة الأطباء في دوار اللؤلؤة. لا يزال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب خلف القضبان بسبب دعوته للإضراب بعد الاعتداء على الطلاب والمدارس. رئيس منظمتنا مركز البحرين لحقوق الإنسان المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لا يزال خلف القضبان بتهمة الدعوة لتنظيم احتجاجات سلمية. وهنا بالمناسبة يعني نحب نهنئ الأستاذ نبيل رجب على إعادة انتخابه كنائبا إلى المنظمة التي ينتمي إليها، وهذا يعني حقيقة تقدير إلى هذا الأستاذ وتضحياته. يعني فيما يلي أمثلة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد توصيات الاستعراض الدوري الشامل بسبب آرائهم أو بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع. تم الحكم على 5 مواطنين بين 6 أشهر وعام بسبب انتقادهم لملك البلاد على تويتر. ونشير أن الملك البحرين هو طرف رئيسي في السلطة التنفيذية، وانتقاد أداء السلطات التنفيذية حق مكفول، وخصوصاً أنه يعين الحكومة الوزراء والمناصب العليا في الوزارات، وهو أيضاً من يعين القضاء ووكلاء النيابة، وهو أيضاً من يعين 40 عضواً في مجلس الشورى. ولكن الأكثر أهمية هو من غير الدستور، هو من غير الدستور في 2002 إلى الحالي الذي لا يتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية حسب تعبير الأخ يوسف المحافظة. التوصية رقم 158 من أسبانيا ناشدت بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان للأسف.
للأسف تصاعدت الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ ذلك الحين. أنا شخصياً، والقصد هنا إلى يوسف المحافظة، تم اعتقالي لمدة شهر بسبب التقرير، وكذلك تم استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان آخرين مثل محمد المسقطي الذي يحاكم بسبب ممارساته لحقه في التظاهر في العاصمة، واعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل الذي تعرض للتعذيب الشديد، والاعتقال تحت قانون الإرهاب، والناشطة الحقوقية زينب الخواجة، واعتقال المدون نادر عبد الإمام، والمدون محمد حسن، والمصور حسين حبيل، واعتقال المحامي موسى عبد العزيز بسبب تغريدة عن أنه قد رأى آثار التعذيب على المدون محمد حسن، وتم اعتقال المئات هذا العام بسبب ممارساتهم لحقهم في التعبير أو الرأي بينهم نساء وأطفال. التوصية 14 من فرنسا دعت للتصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية المواطنين من الاختفاء القسري، والتوصية 33 من المغرب دعت لإضافة بنود حول الاختفاء القسري في القانون المحلي، وهي الفترة التي يتعرضون خلالها عادة لسوء المعاملة والتعذيب. التوصية رقم 148 تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعن حرية دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى البحرين، ولكن العشرات يتم السماح لهم بالدخول إلى البحرين خاصة قبل يوم من الاحتجاجات في 14 أغسطس 2013. توصية رقم 60 61 و160 جميعها تتعلق بالحق في التجمع السلمي، ولكن أصدر الملك حظراً شاملاً على جميع الاحتجاجات في العاصمة المنامة في شهر أغسطس. التوصية رقم 102 كانت تدعو لإصلاح الشرطة وعدم استخدام القوة، وهما ما لم يطبق بتاتاً. التوصية رقم 66 وهي الأخيرة دعت للتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها الافتتاحية لهذه الدورة عدم وجود تعاون، وأشارت لإلغاء زيارة المقرر الخاص للتعذيب، حيث أن التوصية رقم 59 قد حثت على السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البحرين في عام 2013. أتمنى أن توفق، وشكرا جزيلا على استماعكم.